جمال بالماضي كمان المدير الفني للمنتخب الجزائري، له تصريحات مهمه قبل هذه المواجهه، ومعه رياض محرز ايضا النجم الكبير للمنتخب الجزائري. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. Donc quand on leur met un peu cette pression là, ils savent se hisser au niveau. Donc on s'attend à un gros match demain. نعم، سنقوم بمباراة كبيرة، ستكون مواجهة قوية مع المنتخب المصري. أود أن أذكر شيئا، أنه دائما كنت أسعى لمواجهة المنتخب المصري. نحن كمنتخب الجزائر خضنا عدة مباريات مع التوب 10 في أفريقيا، لكن المنتخب المصري كنا نرحب دائما بمواجهته، لأنه منتخب عتيد، منتخب قوي، حتى إن مر بفترات فراغ لكن يبقى دائما المنتخب القوي، المنتخب الأكثر حصول على الألقاب. حتى في المباريات الأخيرة، يعني في مباراة ودية مع تونس كان منقوصا قابل للهزيمة، لكن يبقى منتخب قوي. تصفيات كأس العالم خرج في اللحظات الأخيرة يعني بركلات الترجيح، نفس الشيء في نهائي كأس أفريقيا للأمم، هو منتخب كبير. لذلك المواجهة ستكون قوية يوم غد أمام منتخب الجزائر. المنتخب المصري دائما نريد أن نلعب معه، لأن هذه المواجهات خلينا يعني نقف على حقيقة إمكانياتنا. Voilà, c'est un match amical, mais c'est un match aussi pour de préparation pour la Coupe d'Afrique, qui est un objectif à court terme. فترة التحضيرات كانت تحضيرات كالعادة، قمنا بمعسكر وجهزنا هذه المباراة، يعني مباراة مهمة، وخاصة أن نحن نريد أن نكمل جاهزيتنا لكأس أمم أفريقيا التي ستنطلق قريبا. كلام برضو حديث مهم جدا، سواء من جمال بالماضي المدرب الكبير للمنتخب الجزائري، وأيضا النجم الكبير رياض محرز.